وصل الرئيس المدير العام لسوناتراك السيد توفيق حكار بتاريخ 2 فيفري 2023 خرجاته الميدانية للاطلاع على المنشآت الإنتاجية للمجمع، حيث باشر بتفقد وحدات مركز إنتاج معالجة البترول لمجمع بئر سبع بيتوغورت المسير بالشراكة مع الشركتين التايلاندية والفيتنامية. المركز ينتج يوميا ما يقارب 20,000 برميل من البترول الخام ومليون متر مكعب من الغاز المصاحب. وخلال زيارته التقى الرئيس المدير العام بإطارات مجمع بئر سبع لدراسة الإمكانات المتوفرة للرفع من طاقة الإنتاج بالمركز. مجمع بئر سبع حاليا ينتج حوالي سعته هي 20,000 برميل في اليوم معالجة على البترول، ينتج حوالي تقريبا 16,500 برميل في اليوم، لكن فيه إمكانية لرفع هذا الإنتاج لتقريبا 40,000 برميل. نعمل مع الشريك الأجنبي إن شاء الله من أجل اتخاذ القرار في أقرب الأوقات الممكنة وذهاب مباشرة إلى رفع الإنتاج. تصدق المشروع حوالي 32% ومن المقرر تسليمها في جويلية 2023. بعد ذلك قام الرئيس المدير العام بتفقد منشأة إنتاج الفصل الأولي راما الواقعة بيتوغورت، والتي تعمل حاليا على معالجة المحروقات المستخرجة من 40 بئر نفطية، والتي تعرف مرحلة تطوير في إطار مشروع ربط 22 بئر حديثة الاستكشاف من الحقول المجاورة بها، مما سيرفع وتيرة الإنتاج من 45,000 إلى 60,000 برميل في اليوم قبل نهاية شهر جويلية 2023. للإشارة، فقد تم إسناد هذا المشروع إلى فروع سوناتراك في إطار استراتيجية ترقية المحتوى المحلي، أبرزها الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية، المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، وكذا الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. وخلال هذه الزيارة أشار الرئيس المدير العام إلى ضرورة اعتماد هذه المشاريع على استرجاع الغازات المصاحبة لتثمينها واحترام قواعد الصحة والسلامة والبيئة باستعمال واستغلال التكنولوجيات الحديثة والنظم المعلوماتية للتحكم والمراقبة عن بعد. بدينا في سنة 2016 بحوالي 5,000 برميل في اليوم، اليوم الحمد لله مع استمرار عملية حفر الآبار وصلنا إلى إنتاج 45,000 برميل في اليوم، لكن هدفنا إن شاء الله نبلغه حوالي 60,000 برميل في شهر جويلية 23 لهذا السنة، والعمل كذلك لبلوغ أكثر من 80,000 برميل في اليوم إن شاء الله في حدود 2026 إن شاء الله. اليوم نستغل الفرصة نقدم لكم أحد إطارات سوناتراك الشابة لتعمل على تطوير هذا المجمع ويعطيكم نبذة على الأعمال اللي راح يقوموا بها. سيتم في نهاية المشروع إن شاء الله ربط 60 بئر بجميع مستلزماتها، كما سيتم توفير المراقبة عن بعد، أجهزة المراقبة عن بعد، ويتم دمجها مع نظام سكادا المتواجد حاليا في حسين مسعود لتسهيل عملية المراقبة عن بعد والتدخل في أحسن الظروف. كما سيتم وضع أو إنشاء شبكة طرق معبدة من أجل تسهيل تنقل عمال الصيانة ومن أجل نقل الإمدادات اللوجستيكية إلى الحقل بصفة عامة. سيبلغ الطول الكلي للطرق 250 كيلومتر إن شاء الله.